السلام عليكم متابعين قناة بيع القطط الصغيرة في بغداد. موضوعنا اليوم عن قطط الراغدول. طبعا قطط الراغدول من أجمل القطط في العالم، تمتاز بأجمل العيون، وإذا كتبت بالجوجل أجمل قط في العالم بكل تأكيد حيطلع لك قطط الراغدول. ولهذا الشيء حبيت أنزل لكم فيديو عن قطط الراغدول. أصل قطط الراغدول من كاليفورنيا، تمتاز بشعر كثيف وناعم وأنف صغير وذيل شعره كثيف وطويل، وبصراحة أشوف عيبه الوحيد إذا نكبر. بالنسبة للوزن الطبيعي من 6 كيلو إلى 9 كيلو، والطول 30 سنتيم، متوسط العمر بين 9 سنوات إلى 15 سنة. طبعا الى الان ما شافوا اكو اي امراض وراثية بهذه السلالة. هاي السلالة من القطط تعتبر من القطط الهادية والمسالمة، لهذا الشيء ضروري تحافظون عليها من الحيوانات الثانية. معنى كلمة راغدول هي الاسترخاء. قطط الراغدول تحب الاطفال وودودة وياهم. طبعا سمي بالقط السابح لان يحب الماء. قطط الراغدول شخصيتها قريبة على شخصية الكلاب، تحب التدريب وتتعلم بسرعة وذكية كلش. ترتبط بصاحبها ما ترتبط بالمكان عكس القطط، وتعتبر قطط الراغدول أم القطط الغير فضولية يعني عكس القطط. وبنفس الوقت قط الراغدول سهل الانقياد ومطيع الصاحبة. سعر الراغدول المهجم بحدود 200 دولار والنقي حسب أصوله وتسجيله. شاركنا بالتعليقات تتمنى اقتناء هالسلالة من القطط. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، انتظرونا في فيديو جديد. مع السلامة.